راديو ماكس لا راديو دو سبور اي دو لا ميوزيك. سي مرسول مدرب المنتخب الوطني المغربي للسباحة، كيفاش كتشوف التظاهرة وحظوظ السباحين المغاربة؟ في الحقيقة الحظوظ غادي يكونوا حظوظ متساوية الا شويه واحد التفوق ديال الفريق المصري اللي جاي بكثافه وتنعرفوا المستوى ديالو، ولكن بحكم الاستعدادات اللي قام بها الفريق الوطني مده توالي الجامعه الجديده للمهام، قمنا بعيد واحد جوج ديال التدريب واحد التربصات اللي رفعوا من المستوى ديال السباحه ديالنا، واللي تبين من خلال المباراه ديال كاس العالم اللي دازت في الامارات، عطات الاكل ديالها هاد التربصات، عطاو الاكل ديالهم بحكم ان السباحه ديالنا استطاعوا انهم يحققوا الارقام القياسيه الوطنيه، بالاضافه الى ذلك يعني تأهل السباح بالطاحين وعمان في 200 فراشة، وهذا تدل على أن الاستعدادات كانت في محلها وكانت في المستوى المطلوب واللي بدأت تعطي النتائج ديالها. ثم السباحة الوطنية تنعرفوا أنه ونقدر نقول على أنها عرفت واحد الجمود مدة ديال ما يزيد عن 4 سنوات، فالتواجد الان ديال الناس المسؤولين اللي عندهم غيره على السباحه وعندهم غيره على الرايه المغربيه خاضوا هذه المهام وصبوا عليها بواحد الطريقه تقنيه فنيه بواحد المستوى المطلوب، اللي خلى انه السباحه يكونوا في الدرجه الاولى في الاهتمامات ديالهم، ثم التدريب المدرب المؤطر بصفه عامه. اعتقد ان هذه المعطيات كلها غادي تخلي الا السباحه الوطنيه تالق والنفس جميع الدول المجاوره وترجع السباحه للمستوى اللي كانت فيه واكثر ان شاء الله. كاينه نيه حسنه، كاينه تدبير حسن، كاين طاقم تقني اللي تنشرفوا عليه واللي طاقم في المستوى وعنده خبره وعنده يعني مجال ما يقول في هاد في هاد في هاد في السباحه. اعتقد انه هاد المعطيات كلها ان شاء الله ما غادي تكون الا في المصلحه ديال السباحه الوطنيه، واللي تنتمناو انه بهاد الاراده وبهاد العزيمه اللي كاينه عند لا سيما السباحه ولا المؤطرين ولا الجامعه، ان هاد السباحه هادي ترجع ليها المكانه ديالها وتقدم ان شاء الله ونشوفوا ابطال على الصعيد ماشي غير العربي ولكن العالمي ان شاء الله. راديو ماكس، لا راديو دو سبور اي دو لا ميوزيك.